بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم على الراديوغراف والشيست، وهنتكلم على نقطتين اساسيين، النورمال وهنت بسيطه على الابنورمال راديوغراف. عايز ايه في البلور؟ هنجيب نجيب الباور بوينت تاني يعني؟ لا حضرتك، بس كنت بتشد على كل البانور لو جوه البانوره نفسها. الجزئيه دي يكون للاسف ما طبقتش المحاضره، فعايز افهم التصور ده. يعني هتستوعب اللي انا اقوله من غير؟ تمام. هي البلوره عباره عن كلوز دي سايد، يعني تخيل بالونه يمين وبالونه شمال، تمام؟ والبالونه دي فاضيه. اللنج هتدخل البالونة من ناحية الميديال سايد وتتحرك لاترالي. نعم؟ زي قبضة ايدك، قبضة ايدك ديت هي اللنج، وتدخل ايدك في البالونة، واخد بالك؟ الجزء اللي يغطي كفة ايدك بنسميه فيسرال بلورة، اللي يغطي سطح اللنج من بره اللي هي الفيسرال، والجدار اللي بره البرايتر، وبينهم فراغ اللي هو الايه؟ البلورال كافيتي. البرايتر لير بقى هتبطن الشيست وول من الداخل، وتبطن الميديال سايد بتاع الميدياستاينم، وتبطن الابر سيرفيس بتاع الدايفرام، وتبطن الايبكس بتاع اللنج، واخد بالك؟ كل دي اجزاء البرايتر بلورا، سيرفيكال بارت والكوستال والميدياستاينال والدايفراجماتيك. واللي يغطي اللنج اتسلف هي ايه؟ هي الفيسرال بلور، وبينهم فراغ قلنا بلورال كافيتي. البلورال كافيتي له جيبين، ريسيس جيب يعني، اللي هو بين الشيست وول والدايفرام، وسميناها كوستو دايفراجماتيك ريسيس، اللي بتجمع في الايه؟ البلورال فلويد لو في افيوجن، تمام؟ وبعدين الكوستال بلورا ريفلكتد، ويكمل على يبقى ميدياستاينال بلورا، هيعمل ريسيس اسمه كوستو ميدياستاينال ريسيس، تمام؟ هي دي البلورا، ما فيش فرق اكتر من كده. وانت ما بتعرفهاش يعني في الاكس راي الا ما يكون فيه فلويد، تمام؟ ده يا باشا مغير من البريكارديوم. الايه؟ الهايلم بتاع البريكارديوم. الهايلم والبريكارديوم. الهايلم بتاع اللنج والبريكارديوم. دي حاجه ودي حاجه. انا عارف ماشي، نقول معايا زي الهايلم، اقول لك هايلم اوف ذا لانج، تقول ات از ذا اريا ثرو ويتش ذا رود باس، الاريا المكان اللي يدخل منه البرونكس والبلمونري ارتري والتو بلمونري فينز، الاريا اللي تدخل منها الحاجات ديت سماها هايلم. الروت هو المجموعه اللي احنا ذكرناها دي، البرونكس وبلمونري ارتري وتو بلمونري فينز، سواء رايت او ليفت، واخد بالك؟ كده وضحت بالنسبه للهيلم. عايز ايه بقى في البريكارديوم؟ البريكارديوم زي البلوره، زي الايه؟ البلوره، بس البلوره تو كلوز دي ساك، تمام؟ لكن البريكارديوم وان ساك. الحاجه الثانيه يفرق بقى البريكارديوم عن البلوره، ان في غلاف خارجي ثاني بيغلف السيروس بريكارديوم اسمه فايبرس بريكارديوم، مش فوق ومن بره بقى. يعني انت سيادتك لو متخيل كده، فتحت الشيست وول، فتحت الاسترنم كده وقصتها، وفتحت الثوراسيك وول كده، هيبان قدامك الفايبرس بريكارديوم. الاول غشاء محوط البلوره كلها؟ لا مش من البلوره بقى، الهارت نفسه محوط، الهارت والسيروس بريكارديوم. يعني خلي بالك البريكارديوم عباره عن غلافين في بعض، غلافين في ايه؟ في بعض، بس الغلافين دول يفرقوا ايه؟ ان الفايبرس مفتوح، قمع مفتوح كده، واخد بالك؟ والسيروس بريكارديوم بالونه مقفوله دخل فيها الهارت زي ما دخلت اللنج في البلور، بس اللنج تدخل من الميديال سايد، لكن الهارت يدخل من فوق، يدخل من فوهة البالونه من فوق، واخد بالك؟ هيدخل، هيتحول بقى السيروس بريكارديوم الى برايتال لير وفيسرال لير، وبينهم بريكارديال كافيتي، تمام؟
والاثنين دول اللي هو الهارت والسيروس بريكارديوم هيسقطهم في داخل الفايبرس بريكارديوم. واحنا قلنا ان الفايبرس بريكارديوم ينشا في الشيست وول في الثوراسيك كافيتي، لكن الهارت والسيروس بريكارديوم في النك، يدخل في السيروس بريكارديوم وبعدين مايجريتد يروح ساقط في الايه في القمع المفتوح ده كده واحد. وبالتالي تقسيمة الميدياستاينم، احنا قلنا الحاجة اللي تقسمها الاسترنال انجل، استرنال انجل فوق مستوى الاسترنال انجل يبقى سيبيرو ميدياستاين، تحت المستوى الاسترنال انجل يبقى انفيرو ميدياستاين. بتقسم بقى التلاتة بكرونال بلينز كده، انتيريور ميدياستاينم وميدل وبوستيريور. الانتيريور فيه الثايموس جلاند وفي بريكارديال الصيموسية وفي لينفينود. فالانتيريور ميدياستاينم يكاد بالنسبة لكم مش فيه حاجة في الاكس راي يعني. الميدل بقى هو البريكارديوم والهارت والبيج فيزل اللي داخلة وخارجة من الهارت، يعني اسندنج اورتا تمام، لكن الارش والديسندنج بره ليه؟ بره الميدل ميدياستاينم، الاسندنج بس. نعم الارش في السيبيريور والديسندنج في البوستيريور تمام. نيجي على البلمونري ترانك، موجود في داخل البريكارديوم يبقى في الميدل، لما يتقسم الى رايت وليفت هيخرج بره البريكارديوم بس مازال في الميدل تمام. عندنا السيبيرو فينا كافا، النص اللي فوق في السيبيرو ميدياستاينم والنص اللي تحت هيدخل البريكارديوم ويبقى في الميدل. الانفيرو فينا كافا اخر حته فيه ده بتعمل بيرس للبريكارديوم وتدخل في الميدل ميدياستاين، تفتح فرات اتريوم وظهر. واضح كده؟ تمام. البوستيريور ميدياستاينم بقى فيه اعرفوا كده، البوستيريور ميدياستاينم فيه انابيب اللي هو الديسندنج ثوراسيك اورتا على الليفت سايد والاسوفجاس والازايجوس على الرايت سايد وبينهم ثوراسيك داكت، ده وعاء لمفاوي اسمه ايه؟ ثوراسيك داكت. هم دول الاربعه تيوب، يبقى ديسندنج ثوراسيك وثوراسيك داكت وازايجوس فين والاسوفجاس، دول الاربعه. واضح كده؟ نعم ايه الكوروناري ارتريز، كوروناري ارتر احنا قلنا رايت كوروناري وليفت كوروناري، والرايت والليفت بيطلعوا من الاسندنج اورتا. الرايت كوروناري هيغذي الرايت اتريا كله ويغذي معظم الرايت فينتريكل، معظم موست وسمول بارت اوف ذا ليفت فينتريكل. ليه بقى؟ لان الرايت كوروناري هيجي برانش في الخلف اسمه بوستيريور انتر فينتريكولار، البوستيريور هيغذي الرايت ويغذي الليفت فتمام. يبقى الرايت كوروناري يغذي اول ذا رايت اتريوم موست اوف ذا رايت فينتريكل سمول بارت اوف ذا ليفت فينتريكل، والعكس صحيح بالنسبه للليفت كوروناري، يغذي الهول ليفت اتريوم وموست اوف ذا ليفت فينتريكل وسمول بارت اوف ذا رايت فينتريكل. كده واحد. عايزين نعرف بقى اول حاجه في الشيست اكس راي، ازاي تعرف ان الفيلم اللي انت عامله جود فيلم؟ اكيد انتوا عارفين المعلومات دي. حد عارف الانجل ما بين الكلافيكل الايه؟ الانجل ما بين الكلافيكل نفسها بين الكلافيكل الاثنين والراي الواحد. اهي شوف الصوره هنا، ديت السباين، السباين اهي دي السباين، يبقى السباين ميدواي بين ذا ميديال اند اوف ذا تو كلافيكل،
اذا لقيت المسافه ده بتساوي المسافه ديت يبقى البلين اكس راي سنترلايزد. دي نمره واحد. نمره اتنين جود فيلم لازم يظهر فيه اللاست سيرفايكال والفيرست لمبر. تمام. نمره ثلاثه المفروض الثوراسيك فيرتيبرا ما تظهرش الا اللي هم الثلاثه الاربعه اللي فوق دول عشان الايه الكولم بتاع التراكيه بيظهر الثوراسيك فيرتيبرا من واحد لغايه ثلاثه او اربعه. تمام. لكن لو ظهرت كلها يبقى ايه؟ يبقى هيدوز. تمام. لكن المفروض ما تظهرش. المفروض الثوراسيك فيرتيبرا ما تظهرش لان الشادو بتاعها اوفرلاب بالايه بالشادو بتاع الميديا ستاينم والهارت وخلافه. يبقى اوت شفتو. تمام. نيجي بقى على الاكس راي. خلاص احنا قلنا دي جود فيلم. نيجي بقى على الشيست اكس راي هتعلق عليها ازاي. اول حاجه هتعلق على الكيتش ثراسيك الكيتش يعني الريبس والثراسيك فيرتيبرا لو ظهره والكلافيكل والسكابيولا كل دولت يونت واحده دي هتعلق عليها. دي نمره واحد. نمره اتنين السوفت تيشو بتاع الثراسيك وول يعني لو في ميل هيظهر البريست وهيظهر الدايفرام والاستراكشر تحت الدايفرام دايفراجماتيك اورجانز سب دايفراجماتيك اورجانز هتعلق عليها لان دول المفروض يبقوا ظاهرين في الشيست اكس راي. وبعد كده تتكلم على اللانج فيلد وبعدين الميدياستاينم بالحاجات اللي فيها هنقولها دلوقتي ازاي تتعرف عليه. والحاجات الميدياستاينال استراكشر زي التراكيه والاسوفكس كل دولت هيبقوا ايه لك تعليق على الحاجات دي. لو خدنا السكيلتون بقى السكيلتون نجيب دي احسن السكيلتون. اول حاجه الكلافيكل واضحه نشوفها هنا في الكلافيكل وقلنا الميديال اند خلاص عرفناها ان تبقى الديستانس بين السباينس بروسيس دهيت والميديال اند اتيز ايكوال اون بوث سايدز. الحاجه الثانيه الميديال اند بتاع الكلافيكل دي اوبوزيت ذا ثيرد ريب ثيرد ريب البوستيريور بارت اوف ذا ريب. والحاجه اللي بعد كده السكابولا خلاص احنا عرفناها من الشولدر ريجون فاحنا مش هنعلق عليها لكن ممكن تعلق عليها في الحاجات اللي ظاهره فيها الميديال بوردر واللاترال بوردر والجلينويد كافيتي والكوراكويد بروسيس. تمام. والاكرومي. طيب نيجي بقى على الريبس نجيب الصوره الثانيه. الريبس عايزين نعرف من الريبس ازاي تعد الريب. وخلي بالك الريب هيظهر بوستيريور بارت وانتيريور بارت والاثنين مش على ليفل واحد وتعدهم بقى من واحد. ادي واحد اهو بص شوف ده نمره واحد اهو والانتيرو اند بتاعته اهي وبعدين نمره اثنين اهو ده الانتيرو اند وبعدين ثلاثه اهو انتوا شايفين ولا ركز وبعدين اربعه وبعدين خمسه اللي بيظهر بقى من واحد لغايه 10 بوستيريور بارت بتاع الريب من واحد لغايه كام؟ 10 و10 ده عند ليه؟ الطب بتاع الدايفرام. تمام؟ لكن لو عديت الانتيريور اند انتيريور اند بتاع واحد اهيت 2 3 4 5 6 يبقى الطب بتاع الدايفرام بالنسبه للانتيريور اند بتاع الريبس لغايه 6 وبالنسبة للخلف يبقى العشر. يعني في فاريشن مع الانسبيريشن وال مع الانسبيريشن الدايفرام بينزل بس بينزل سبيس واحد. يعني لو بقول الليفل النورمال من 8 ساعات يوصل ل 10 ماشي يعني من 10 9 ل 10 ماشي والثاني اللي هو الانتيرو بارت من 5 ل 6 ماشي. ده بالنسبة للايه؟ للريبس. طيب كده وضحت الصوره تاني ده البوستيريور بارت بتاع الفيرست ريب ودي الانتيرور بارت.
وبعدين ده السكند اهو ده الانتيريور والثيرد. نعم ما الفيرست اهو باين اهو ديت الفيرست ثوراسيك فيرتيبرا ده الهيد بتاعته اهي تمام وعريضه عريض دي ده نمره واحد اللي هو الفيرست ريب وبعدين ده السكند ريب اهو ودي الانتيريور بارت ده البوستيريور بارت بتاع الثيرد والانتيريور بارت بتاع الثيرد وهكذا تعدهم من فوق لتحت يبقى تبدا من فوق لما تيجي تعرف ممكن اشاور لك على في العملي اشاور لك على بسهم اقول لك ده نمره كام يبقى تعد من فوق وتقول النمبر بتاعه ده بالنسبه للايه للانتيريور والبوستيريور بارت بتاع الربس نيجي على اللانج فيلد اللانج فيلد طبعا اللانج بتظهر ايه دارك شادو زي ما انت شايفها لان هي فيلد ويز اير هواء which is radiolucent تمام اللانج عايزين نعرف الحته اللي فوق الليفل بتاع الكلافيكل دي يبقى دي الايبكس اوف ذا لانج ايبكس اوف ذا لانج يبقى انت عرفت حدود الايه الايبكس عشان دي بيجي فيها التي بي اللي هو السول عافانا الله واياكم من الايه بيجي دايما في بيظهر في الايبكس فدي الايبكس يبقى الايبكس اوف ذا لانج هي ايه اللي هي اللانج فيلد اباف ذا ليفل اوف ذا كلافيكل تمام في الكتب بيقسمهم اللانج فيلد ثلاثه زونز ثلاثه زونز يعني ثلاث مناطق الزون من او اللي فوق الرب نمره 2 ده احنا اتفقنا ده واحد مظبوط ده نمره 2 يبقى اللانج شادو اللي فوق مستوى الرب نمره 2 يبقى الابر زون بنسميه ايه ابر زون تمام خلاص احنا قلنا ده الرب نمره 2 من 2 ده 3 4 الزون اللي ما بين 2 و4 تبقى ايه ميدل زون تبقى ايه ميدل زون اللانج شادو تحت 4 يبقى لور زون بقى ايه احنا بنقسم طبعا دي غير اللوبس التقسيمه دي غير الايه غير اللوب يبقى في ابر زون ما اقول لك الابر زون هي ايه تقول اللانج فيلد اضاف the anterior end of secondary anterior مش البوستيريور والميدل زون اللي هي اللانج فيلد بتوين السكند والفورس ريبس وبلو ذا انتيريور اند اوف ذا فورس ذيس از ذا لوور زون اوف ذا لانج التقسيمه في الرايت الليفت زي الليفت الرايت والليفت زي بعض تمام نيجي على حاجه ثانيه الانجلز دي الانجلز دي جايز نشوفها في فيلم تاني اه الانجل دي الانجل دي هنسميها ايه كوستو دايفراجماتيك او كوستو فرينيك الاثنين صح كوستو فرينيك ايه انجل تمام واليمين وشمال زي بعض في انجل تانية هنا بين الايبكس بتاع الهارت والدايفرام هنسميها ايه كوستو ميدياستاينال انجل لا مش كوستو بقى كارديو فرينيك انجل يبقى دي اسمها كوستو فرينيك ودي كارديو فرينيك انجل واحده شمال واحده يمين هتقول لي اهميتها ايه اقول لك عشان لما يحصل انلارجمنت للهارت الانجل ديت بتتغير والحاجه الثانيه الانجل دهيت اللي موجوده على الرايت سايد بيبقى موجود فيها الانفيرور فينا كاف الابر اند بتاع الانفيرور فينا كاف الحته اللي انا مشاور عليها بالسهم ده هنا this is the site of inferior vena cava في الايه في الشيست اكس راي ها يبقى عرفنا اللانج فيلد تمام بالنسبه للفيشر بتاع اللانج ما تظهرش في الايه في الاكس راي لكن ممكن تعرف مكانها الاوبليك فيشر ماشي مع الريب نمره 6 الاوبليك فيشر ماشي مع ايه مع الريب نمره 6 ها واضح كده نعم الهوريزنتال من 4 ل 6 يبقى اللي ماشي لو دققت النظر حسب بقى الدوز بتاع الاكس راي لو لقيت فيشر ماشي مع الرب نمره 6 ده الاوبليك فيشر سواء رايت او ليفت والهوريزنتال من 4 لايه ل 6 يعني تمده من الميديا لللاترال يروح قطع 6 تمام ده الهوريزنتال فيشر والراجل مع محدد لك اهوت البوستيرور بارت بتاع الريبس والانتيرور اهو يعني دي جايد ليك ولو عديتها ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9
والعاشر حسب بقى الايه الفيس بتاع الريسبيريشن. وده الانتيرور اند بتاع الفيرس 2 3 4 5 6 اهو عند الطب بتاع الدايفرام. نعم ما احنا لسه هنقول احنا بس يعني خلينا حته حته كده عشان ما ننساش. يبقى احنا خدنا الشيست وول اللي هو السكيلتون، علقنا على الريبس وازاي نعدهم، ومن خلال الريبس ده عرفنا الزونز بتاع اللنج، وعرفنا الكوستوفرينيك انجل والكارديوفرينيك انجل. تمام. نيجي بقى على السوفت ستراكشر اللي تحت هنا الدايفرام، ده الليفت كوبولا او الليفت دوم، وده الرايت دوم. انتوا شايفين الرايت اعلى شويه من الايه من الليفت، وتعرف الرايت من الليفت بايه؟ بالارجاز. ايه الارجاز؟ جاز موجوده في الفندس اوف ذا ستوب. تمام. طبعا السوفت تيشو ستراكشر بقى الشادو بتاع البريست ممكن يظهر في الايه لو الشيست اكس راي في مين. طيب كده وضحت بالنسبه للايه لللنج. باقي حته في اللنج اللي هو اللنج الهايلاند بتاع اللنج بقى الايه الهايلاند بتاع اللنج. فين الهايلاند بتاع اللنج؟ شايف الحاجات البيضه دي؟ ها في منتصف تقريبا الميدل بارت اوف ذا لانج شادو. ميدل بارت اوف ذا لانج شادو ذيس از ذا اريا فور هايلاند اوف ذا لانج اللي المفروض فيها ايه بقى؟ الروت اللي فيه ايه بقى؟ بالمونري ارتري والفينز والبرونكس. اللي يظهر بقى بالباند بيضاء وايت باند كده البالمونري فيزيك. هتقول لي ارتري ولا فين؟ اقول لك الاثنين ماشيين مع بعض، ما تعرفش تميزهم في الاكس راي. تمام؟ هي في على الليفت سايد اوبزيت 6 و7 والرايت سايد 5 و6. السلام عليكم. ايوه يا دكتور زحل كله يعني ما فيش حاجه نسيتوها ولا حاجه؟ طيب هتسيب الورق بقى مع محمد ولما اجي اخده بدل ما اعطلكم واقعدكم على المجي يعني. فتسيبيه لم الكروت الشفوي والمارك ليست خليها في الظرف بتاعها وتدوب لعمك محمد المقصود العامل. وقولي له ما يمشيش، قولي له ما يمشيش الا لما اجي. الحاجه الثانيه النهارده الاثنين هتيجوا السبت بقى ان شاء الله، بلغ زمايلك تيجوا السبت ان شاء الله. ماشي ماشي مع السلامه. بنقول الهايلاند بتاع اللنج طبعا احنا ما قلناش الفيرتبرا على اساس مش واضحه، فما تنسبهاش بقى للايه، لكن في الاناتومي الروت بتاع الليفت لنج واضح شويه، الفيرتبرا 6 و7 والرايت عند 5 و6. تمام. والباند اللي احنا قلنا لكم عليها البيضه اللي هي تمثل بالمونري فيزل كل ما تتجه لاترال تختفي لانها تبقى فيري نارو ويكاد ما تظهرش في الايه في الاكس راي. فيبقى انت تركيزك كله في المنطقه دي. This is the site of the hilum of the lung. طبعا المفروض البرونكاس ما بتظهرش الا اذا كان فيها باثولوجي، لكن اللي يظهر البالمونري فيزل والليمف نود بالمونري برونكو بالمونري ليمف نود ما تظهرش برضه الا اذا ايه كانت انلارجد. تمام. يبقى ده التعليق على اللنج، اللنج فيلد. نيجي بقى على الهارت والميديا ساينم عموما. ادي صوره ثانيه اهي برضه قبل ما ندخل على الهارت. ده الكوستو ايه؟ فرينيك انجل، وهنا الكارديو فرينيك انجل. تمام. ودي الزونز. نيجي بقى على الشادو بتاع الميدياستاين. احنا طبعا عرفنا الاستراكشر بتاع الميدياستاين، الهارت والبيج فيزل دول اكتر حاجه بالاضافه للكولم اوف تراكي.
والكلى المشتركية واضحة اهو، ويبقى ايه موجود في بداية التراكية بتبقى في السنتر وكل ما تنزل ديفيتد تو ذا رايت سايد، تمام؟ ده النورمال. لكن لو لقيتها ديفيتد بقى تو ذا ليفت سايد يبقى في باثولوجي حركها مثلا بلورال افيوجن على الرايت سايد وزحها ناحية الايه الليفت سايد. ايوه اتفضل. طيب قولي لها ما تمشيش الا لما اجي. طيب ماشي ماشي. ها الهايلايت بتاع اللانج اهو، ها الصوره دي واضحه شويه اهي، تمام؟ يبقى الباند البيضة ديت الوايت باند دي ذيس از ايه ذا هايلم اوف رايت اند ليفت لانج، ودي الكولم بتاع التراكيه الراجل محددها بس عشان تبقى عارفها، ومقسومه الى رايت وليفت برونكاس، وفي انجل هنا بنسميها كارينا، والزاويه دي كام زي ما قلنا لكم المره اللي فاتت من 60 ل 75، لو اتفسخت بقت اكتر من 90 يبقى في باثولوجي عمل ديسبليسمنت للايه للبرونكاس. والراجل هنا محدد الكوستو فرينيك انجل والكارديو فرينيك انجل. نيجي بقى على الهارت والبيج فيزيت، نرجع للصوره اللي كانت معانا الاول. بص بقى عندنا رايت بوردر بتاع الميديا ستاينم اهو، كل ده اسمه ايه رايت بوردر، وده ليفت بوردر بتاع الميديا ستاينم. عايزين نعرف بقى مين اللي عامل الرايت بوردر ومين اللي عامل الليفت بوردر، دي اهم نقطه عايزك تركز فيها عشان لما يبقى فيه باثولوجي تتعرف على الاستراكشر اللي حصل فيه باثولوجي. عندنا الرايت بوردر اللور بارت، اللور بارت اوف ذا رايت بوردر it is formed by right atrium of the heart. يبقى الحته دي كلها مين؟ لو انا شاورت لك بسهم تقول لي رايت اتريوم اوف ذا هارت، عشان لما يحصل انلارجمنت الرايت اتريوم يكبر هتلاقي بقى ايه كونفكس وعامل ديسبليسمنت دايركتد لاترالي، عامل ايه قوس كده ناحيه الايه الرايت سايد ويضغط على اللنج، فيبقى المنطقه ديت ذيس از ايه رايت اتريوم. مش احنا قلنا الرايت بوردر بتاع الهارت معمول بالرايت اتريوم اونلي؟ تمام. الابر بارت الحته دي معموله بحاجتين اوفرلابد مع بعض، السبير فينا كافا والاسندنج اورتا. السبير فينا كافا وايه؟ لكن السبير فينا كافا هو الازهر، السبير فينا كافا هو اللي مور بروميننت على الرايت سايد، فيبقى الحته دي الحته دي. طبعا هتقول لي السبير فينا كافا نهايته فين والرايت رايت اتريوم بدايته فين؟ يعني واحد ممكن يبقى عنده دقه وعايز يعرف نهايه كل واحد. السبيرو فينا كافا بينتهي عند الريب نمره 3، نهايته عند الريب ايه نمره 3. يعني انت لو ظاهر الريبس ادا واحد، طبعا من ناحيه من الانتيريو بقى مش البوستيريو، ادا واحد وده 2 وده 3 يبقى لغايه هنا، يبقى الحته دي كلها ايه سبيرو فينا كافا. سبيرو فينا كافا من 1 ل 3، من 1 ل 3 بالنسبه للانتيرو اند بتاع الرب، احفظها كده. من الرب نمره 1 انتيرو اند للرب نمره 3، ده مكان الايه السبيرو فينا كافا، واضح؟ تمام. تحت بقى نمره 3 لغايه الاخر خالص ذيس از ذا رايت بوردر اوف ذا هارت. ها واضح الكلام مش واضح ولا مش واضحه؟ ها يبقى الرايت بوردر اوف ذا هارت معمول الرايت بوردر اوف ذا شادو معمول بحاجتين سبيرور فينا كافا ورايت اتريوم اوف ذا هارت. سبيرور فينا كافا من 1 ل 3 بالنسبه للانتيرو اند اوف ريبس، من الرب 1 ل 3، والجزء اللي تحت 3 لغايه اخر البوردر ذيس از ذا رايت اتريوم اوف ذا هارت. لو في مشكله ممكن معايا ماتش دايره كده في ايه؟ لو في مشكله لو في مشكله بقى في رايت اتريوم هيتنفخ يكبر لفوق
واللي فوق برضه سيبيرو فينا كافا، هيظهر بقى الكونفكس كله يزاح ناحيه الرايت سايد. ممكن يبقى دايره على اساس هو تمام تمام. لو في مثلا ثرومبس جلطه ولا حصل انلارجمنت نتيجه اوبستراكشن، فهتلاقيه انلارجد وتبقى انت عارف المنطقه دي فيها سيبيرو فينا كافا. نيجي بقى على الليفت بوردر بتاع الميديا ستاينال او الكاردياك شادو ده. طبعا كل دي نسميها كاردياك شادو. تمام. عندنا بقى الليفت بوردر دهوت فيه ثلاث حاجات. الابر بارت اورتيك ناكل اللي هي الارش بتاع الاورطه. يعني واضحه؟ واضحه اللي مش واضحه؟ واضحه قوي. الارش وده اورطه. ودي تقريبا في السبيس نمره واحد. يعني بين الريب واحد واثنين. واضح كده؟ الارش اوف ذا اورتا تيز ذا ابر موست كونفكس ابر بارت اوف ذا ليفت بوردر اوف ذا كاردياك شاد. طيب تحتها الحته دي بالمونري كونس. البالمونري ترانك هيتقسم الى رايت وليفت. فبدايه الليفت بالمونري ارتري عامل كونفكس الثانيه دي سكند كونفكس الحته دي. واضحه ديت الاورتيك ناكل او اورتيك ارش، ودي بالمونري كونس اللي هو البالمونري ترانك. تمام. وبعدين الجزء اللي تحت دوت ذيس از ريبريزنتد باي مين؟ ليفت فينتريكل. طيب الليفت اتريوم يظهر؟ ممكن يظهر لو كبر بس، لكن نورمال ما يظهر لانه ورا. لانه ايه ورا؟ لو ظهر يبقى ايه انلارجد. لو ظهر على الليفت سايد يبقى انلارج. ها يبقى الليفت بوردر بتاع الكاردياك شادو معمول بايه؟ ما انا قلت لك الفيرست سبيس ده ريبريزنت الاورتيك ناكل او الارش. البالمونري ترانك عند السكند سبيس. سكند سبيس بس. اه من تحت السكند سبيس لغايه الاخر يبقى ليفت ايه؟ ليفت فينتريكل. واضح كده؟ اه. طيب في حاجه ثانيه اللي هي الكارديو ثوراسيك ريشيو. انتوا في رمضان دي يعني انا عارف وانا زي حالكوا برضه. فان شاء الله هتبقى دي اخر مره في رمضان، ويبقى بعد العيد هيبقوا مرتين اثنين بس. يعني الجزء الباقي هيبقى على مرتين وما نطولش فيه ان شاء الله. نعم؟ ما هو المراجعه دي بعد ما نخلص. يعني ليك مرتين، ليك محاضرتين بعد العيد ان شاء الله. وبعد كده ما نخلص نبقى نحدد بقى المراجعه. خلي بالك بقى في حاجه اسمها كارديو ثوراسيك ريشيو. كارديو ايه؟ ثوراسيك ريشيو. لو انت خدت ميد لاين، اهو في خط النص يمشي مع السباينس بروسيس، يبقى الميد لاين يمشي مع مين؟ السباينس بروسيس. ادي اول خط. الخط الثاني هتاخده عند الوايدست ترانزفيرس دايمتر بتاع الايه؟ الثوراسيك كافيتي. اوسع ترانزفيرس دايمتر. اوسع ايه؟ يعني تاخده من فوق تنزل تحت تلاقيه وسع شويه، المهم اوسع ترانزفيرس دايمتر. ادي الترانزفيرس دايمتر. وبعدين تاخد خطين تانيين، خط من الميد لاين لغايه الليفت بوردر بتاع الهارت، وخط تاني من الميد لاين لغايه الرايت بوردر بتاع الهارت. لو جمعت طول الخطين دول يساوي نص الترانزفيرس دايمتر اللي تحت ده. يعني هنفترض مثلا ده هو 30 سنتي، المفروض الكاردياك شادو 15، حسب بقى حجم الشخص ووزن الشخص وعمره وخلافه. فانت بتجمع الترانزفيرس دايمتر بتاع الكاردياك شادو بيبقى 1/2 من الترانزفيرس دايمتر، نص. اذا لقيته اكبر من نص يبقى كارديو ميجالي. اذا لقيته اكتر من نص يبقى ايه؟ كارديو ميجالي. حاجه بسيطه هي بتشخص لك حاجه كارديو ميجالي اللي انت هتعرفها في الباثولوجي.
دي الصوره واضحه اهي الميد لاين وده الترانزفيرس سي اللي هو الترانزفيرس الوايدست دايمتر والبي من الميد لاين للليفت بوردر وايه من الميد لاين لغايه الرايت بوردر. لو جمعت الاي والبي بيساوي نص لي سي بيساوي نص لي السي ده النورمال لو الاي والبي اكبر من نص يبقى كارديو ميجا كارديو ايه ميجا. ها بص بقى هنا على الاورتك ناكل اهي واضحه قوي اهي وبعدين البالمونري كونس وبعدين الليفت فينتريكل واضح ها وده الرايت شوف الرايت الرايت اتريوم عامل كونفكس اهو ده نورمال والجزء اللي فوق ده كل ده سيبيرو فيناكافا ويكمل يبقى رايت انومينيت فين لان السيبيرو فيناكافا اتحاد مين الرايت انومينيت والليفت انومينيت فيبقى اللي ماشي مع اللاين بتاع السيبيرو فيناكافا لغايه واحد احنا قلنا من واحد لثلاثه طب لفوق واحد يبقى الرايت انومينيت فين بس دي مش ما تشغلش بالك ده انت بس اعرف الاثنين اللي انا قلتهم دول يبقى خلاصه الكاردياك شادو في الثلاث نقط اللي انا قلتهم دول ايه هما الثلاث نقط الرايت بوردر معمول بايه والليفت بوردر معمول بايه كاردياك شادو والكارديو ثوراسيك ريش دول اهم ثلاث نقط هيجي فيهم اسئله نعم هو ممكن انا سالت حد قال لي هو الشادو بتاع القلب في اللبس رقم 9 هل ده صح في ايه اللبس رقم 9 الرب لا ازاي الايبكس بتاع الهارت دي موجوده في الليفت انتركوستال سبيس ليفت فيفس ليفت فيفس انتركوستال سبيس يعني بين الرب 5 و 6 فازاي تبقى 9 اخذ انجل بتاعه الفرس قال لك لو هو لو لقيت القلب مرفوع على 9 الدرس رقم 9 بيطلع عنده كارديو ميجا ده 9 بقى من ورا من البوستيريور ماشي ما صح لكن من قدام عند الايه بين الرب 5 و 6 ها الراجل بس محدد لك عشان تبقى عارف حدود كل شمبر من الهارد عندنا الرايت ازيم اهو يبقى ده الرايت بوردر اهو وكمل سيبيرو فيناكافا اهو مظبوط اللي انت يعني ما كنتش متخيله في الصوره اللي فاتت كده واضح وعندك الليفت بوردر شوف ده الارش وده الاورتا اللي هو الاورتك ناكل تمام وبعدين البالمونري ترانك او عامل كونفكس الميدل كونفكس والليفت بوردر معمول بالليفت ايه بالليفت فينتريكل والليفت اتريوم يكاد معدوم ما تعتبروش تمام والصورة بقى ديت اهي تكرار اهي ده الرايت بوردر رايت اتريوم اوف ذا هارت الراجل كاتب رايت اتريوم اهو وده السيبيرو فيناكافا اهو تمام وعندنا الثلاثة اللي موجودين على الليفت سايد الارش والبالمونري ترانك والليفت ايه والليفت فينتريكل لكن اللور بوردر ده معمول بمين بالرايت فينتريكل لتحت ده اللي هو ريست على الدايفرام ده الرايت ايه الرايت فينتريكل تمام كده يبقى انت تخيلت الشيست وول وعينك على الحاجات اللي احنا قلناها ديت عشان لو في ابنورماليتيز ممكن تكتشف الايه الحاجات اللي فيها ابنورماليتيز في حاجه اسمها اورتي او اورتو بالمونري ويندو ويندو شايف البوابه ده اللي هي الانجل اللي ما بين الاورتيك ناكل والبالمونري بيسموها ايه اورتو بالمونري اورتو من الاورتيك ناكل والبالمونري اورتو بالمونري ويندو ديت في لو انت شفتها ده النورمال يعني الانجل ده موجوده نورمال لو الانجل ده اوبليتريتد مقفوله يبقى حاجه من الاثنين اللي هي قفلتها يا اما البالمونري ترانك انلارجد وروح قافلها يا اما الارش اوف ذا اورتا يكبر ويعمل ديسكتنج اورتك انيوريزم اورتك انيوريزم هتروح قافله الانجل دي فلو لقيت الانجل دي مقفوله يبقى حاجه من الاثنين دول ها برضه الراجل حدد لك اهو ها دي ايه ها هي خلي بالك بقى يعني انت عايزك تستعمل المصطلح
اللي هو في الراديوغراف، هو في الاناتومي اورتيك ارش، لكن تقول اورتيك ناكل، وخلي بالك ناكل كي الاولانيه كي ما بتتنطقش، ما تقولش كناكل، هي ناكل الكي سايلنت. طيب الثانيه دي مين؟ بالمونري كولس، تمام. واللي تحت دي ليفت فينتركل، هنا رايت اترم، وهنا تمام. او الراجل برضو بيزيد ويعيد تاني عشان يعني كل ما تشوف صورة بتنطبع في ذهنك. ها كتب لك بقى البيانات اهوت، ها وتقرا البيانات وكل اللي احنا قلناه هتلاقيه مظبوط. بس مش كاتب بيانات. نعم ماشي، ما انا ما قلتلكش حاجه، هو عايز يربط لك برضه الاثنين، بس انا بقول لك بالنسبه لك انت عشان دكتور الاشعه انت تتعامل مع دكتور اناتومي ودكتور اشعه اشعه، فما يقول لك اورتك ناكل تبقى عارف الاورتك ناكل هي الاورتك ارش. ها تكرار اهوت، والراجل جاب الحاجات برضه اللي تحت وضافها. ها والمعلم لك على السباينس بروسيس اهيت، ودي السنتر ودي الكولم بتاع التراكيه واضحه. وشوف بقى التراكيه مقسومه رايت برونكس اهو وليفت برونكس واضحه. ها كده واضح؟ ها تكرار، انا جايب اكتر من صوره عشان تكرار تشوفها في اكتر من فيلم تطبع في ذهنك وانت بتقرا الحاجات دي تحفظها. دي بقى الامتحان تتذكرها بقى وايه وامتحن نفسك لغايه ما نمتحنك احنا. ها الامتحان برضه هي دي اللي هيجي في الامتحان، مش هجيب حاجه. نيجي بقى على اللاترال فيو. اللاترال فيو بتعلق على الاسترنم باجزائه، المانوبريم والبودي والزيفود بروسيس، وبتعلق على الثوراسيك فيرتبرا بين ايه والانتر فيرتبرا الفورامنا والديسك، وعندنا التراكيه الاير كولم بتاع التراكيه اهي، وبعدين وراها الاسوفجس، تمام، وبعدين ده الميديا البوردر بتاع الاسكابولا ده، بس ما بنعلقش عليه، انت بس تعرف الكولم بتاع التراكيه وراها الاسوفجس على طول. ودي الهايلاند بتاع اللانج، الهايلاند بتاع الايه؟ اللانج اللي فيها البلمونري ارتري والفين والبرونكس، وده الكاردياك شادو، كاردياك شاد، والدايفرام الكوبلا. طبعا هتلاقي اثنين اوفرلاب مع بعض، العاليه هي الرايت، تمام. الراجل عامل لك اير جازس، يبقى ديت الليفت كوبلا والعاليه ديت ذيس از ذا رايت كوبلا. ده الاجزاء الاورطه السندنج والارش والديسندنج، بس طبعا الشادو ما بيظهرش بوضوح فما تشغلش بالك منه. هو انت بتاخد فيلم لما تبين الليفت سايد، الاكس راي بتاعتك بتبقى على الرايت سايد، يعني البين بتاع الاكس راي بتبقى على الرايت سايد ويبان. تعرف بقى الرايت والليفت بالديسندنج ثوراسيك اول، اذا لقيته يبقى الليفت سايد، تمام. لو لقيت الكولا من بتاع التراكيه والاسوفجس يبقى ده الرايت سايد اللي انت شفتها في الاول، تمام. ده اللي الفرق بين الرايت والليفت. ها دي ايه؟ تمام دي ايه يعني؟ دي تراكي، ودي الاسوفجس، واف الميديا البوردر بتاع الاسكابيولا، تمام. والحاجات بقى الثوراسيك فيرتبرا والديسك والانتر فيرتبرا الفرامنا كل ده انت عارفه. طيب ده هيبقى مين؟ دي رايت اتريوم ولا رايت فينتريكل؟ لا رايت اللي قريب من الاسترنم مين؟ رايت فينتريكل.
مش احنا قلنا السيرفيس الرايت فينتريكل هو المينلي ظاهر على الاستيرنوكوستال سيرفيس؟ يبقى ده الرايت فينتريكل. والدايفرام التو دوم زمت واضحين، ده الرايت والليفت تحتها والجازيسه، والراجل مشاور لك على ليه الكوستو فرينيك انجل. ها دي خلاص نبص، بس انا عايزك في الابنورمال مش هنجيب فيها لان ده باثولوجي مش تبع الاناتومي، بس لما بنطبق الحاجات ديت بتبقى ابلايد، بينطبع في ذهنك الاناتومي مع الايه مع الابلاي. شوف بقى ده واحد حاله اهيت، شوف الرايت بوردر بتاع الكاردياك شادو، هل ده النورمال بيبقى كده؟ اه يبقى ديت انلارجمنت اوف رايت اتريال انلارجمنت. نعم ماشي ماشي، بس اللي انا اقصده اللارج ولا النوت اللارج؟ اللارج. طيب ايه اللي بيكبر الرايت اتريوم اوف ذا هارت؟ يبقى الترايكاسبيد اوريفيس ضيقه، فالبلط ده هيتجمع هيروح نافخ الايه الرايت اتريوم ويكبر في الايه في الاكس راي. يبقى دي عنده ترايكاسبيد استينوزيس، عنده ترايكاسبيد ايه استينوزيس. دي الرايت شفت بقى اكبر ما يمكن اهو، اه شوف بقى عامل زي البالونه ازاي. يبقى اني شيمبر دي رايت اتريوم، يبقى انلارجمنت رايت اتريوم انلارجمنت. طيب رايت فينتريكل انلارجمنت، الرايت فينتريكل هيروح زايح الايه؟ هيروح زايح الليفت ويروح رافع الايبكس بتاع الهارت، يروح رافع الايه؟ الايبكس اوف ذا هارت، ويبقى الانجل تزيد ولا تقل؟ تزيد تزيد. المشكله هنا في الرايت فينتريكل ولا الليفت فينتريكل، ايه الفرق؟ ليه دي؟ اه باذن الله. ليه الرايت، ما انا هوريك بقى، هوريك الليفت فينتريكل بقى، ما تشوف الليفت فينتريكل هيظهر الفرق. ها دي نورمال خلاص، دي المفروض كنا حطيناها مع ديكا. ها ده الليفت اتريال انلارجمنت. خلي بالك بقى لو لقيت دبل كونتور، يعني ايه دبل كونتور؟ يعني اتنين شادو اوفرلاب ورا بعض، يبقى الشادو اللي هو اللي المفروض يبقى ورا هو الليفت اتريوم انلارجمنت، يبقى ده الرايت ده الرايت وده الليفت، يبقى عنده انلارجمنت للرايت والليفت اتريوم. تمام ده دبل كونتور، يعني في دبل كونتور المشكله في الليفت اتريوم، في الليفت والرايت، في الليفت والرايت. تمام ها دي بقى اللارجمنت اوف ذا ليفت فينتريكل. شوف بقى الليفت فينتريكل ده ها شايفه وصل فين بقى؟ قريب من الشيست وول، اللارجد وزق وضغط على اللانج فيلد. اهو شوف اللانج فيلد دي، نرجع للصوره اللي فاتت اهي، شوف بقى المسافه ده اهي، بص لدي وللصوره اللي بعدها. ايه شوف بقى دي. نعم سؤال حضرتك، انا ازاي قدرت احدد المشكله في رايت فينتريكل او ليفت فينتريكل؟ ما انا قلت لك المعيار اللي انا اقدر افرق المشكله في الرايت ولا ليفت فينتريكل. ما انا قلت لك في الليفت فينتريكل، ليفت فينتريكل هيكبر وقدامه سبيس. هو لو المشكله حضرتك في الرايت ما هيزق الليفت وهيزق بس سمعت تكبير هو كمان. ما انا قلت لك ما هو الرايت لما يكبر هيزق الليفت، هيزق الليفت اه بس هيغير الانجل تحت، هيغير الايه؟ الانجل تحت. لكن الليفت فينتريكل لما بيكبر الانجل تزحف على الدايفرام وتوصل للكوستو دايفراجماتيك ريسيس، تاخد بالك؟ طول الانجل نفسه بيختلف؟ اه طبعا هيكبر الهارت، ما احنا لو قست بقى الكاردوس راسك ريجيو هتلاقي اكثر من نص. ها ديت بقى سايز اوف كارديو ميجالي، كارديو ميجالي يعني كل الشمبر يكاد انلارجد. شوف هنا الرايت والليفت اثنين شادو، وهنا الرايت والليفت فينتريكل بقى اوفرلابد مع بعض، والزاويه اللي انا قلت لك عليها الويندو اختفت. تمام تمام، يبقى بنسميها كارديو ميجالي لما تلاقيه بالصوره دي. طيب ديت بريكارديال افيوجن، لو لقيت الهارت عامل زي الايه؟ زي الفلاسكه، زي الفلاسكه زي القمع. ايه رايك في الشكل ده؟ اهو
شوف لما تلاقي الشكل ده كده، دي شكل مميز للبريكارديا الافيوجن. البريكارديا ليه افيوجن؟ طبعا الحاجات دي مش هنجيبها لكم، بس انا بقول لك عشان نربط اللي احنا قلناه، تبقى ذهنك اورينتد بالحاجات دي. ده كونجستيف هارت فيلير وفيها لانج ايديما اهوت، وظاهر شادو في اللانج وافيوجن. ايه شو الصوره اللي حضرتك اللي انت بتاعه ده؟ ايه شو الصوره اللي عليه حضرتك؟ الايه؟ ما هو انت ما بتقدرش بقى، عشان الحاجات الشادو اللي ظاهر في اللانج والافيوجن ده بيغطي على الشيست وول. عباره عن متاسس؟ نعم. لا مش متاسس دي، لا ده كونجستيف هارت فيلي. ها ده بلورال افيوجن واضح اهو. ها ده الافيوجن واضح، ده النورمال، ده الافيوجن. ها ده افيوجن على الرايت سايد، ها واخد مساحه كبيره وواصل للايبكس بتاع اللنج. ها ودي برضه فيوجن. ها شوف بقى دي رايت نيمونيا، رايت رايت لور لوب، رايت لور لوب اهو دي نيمونيا. طبعا نيمونيا بيبقى فيه فيوجن بقى في داخل اللنج، بقى في داخل البرونكاي برونكال تري. في نيديول تمام موجود على الريب ده دكتور؟ نعم. اللي فوق دي؟ الشيست وول دي؟ ايوه دي. ماشي يعني ممكن، لكن اللي واضح قدامك اللي ما تشكش فيه اللي ايه دي؟ ها؟ دي ايه بقى؟ تي بي. تي بي ماشي. ده ايه؟ مش عندي ايه؟ ها دي ايه؟ دي ميتاستاسيس؟ دي ميديولز حضرتك. ميتاستاسيس يعني؟ ميتاستاسيس في اللنج. تمام؟ ما مكتوبه هي ميتاستاتيك لنج. كانسر لنج. ها بالموناري فايبروزس. برضه في فيجن هنا. في ايه؟ كافيتي اهو. ممكن ابسس. لنج ابسس. عشان في كده. تمام. ده انوريزم، السكتنج انوريزم اخطر حاجه في اللي انت شفتها. شفت بقى الاورتك ناكل عامله شكلها ازاي؟ ها ده السيرفايكال ريب، انتوا عارفينه اكتر مني. سيرفايكال ريب، خطوره السيرفايكال ريب ايه؟ بيضغط بقى على النيرفز بتاع الابر ليب. تمام؟ فاللي بقى عنده سيرفايكال ريب هتلاقي ايده تنمل وحركتها تقل، ويحس ببين في الايه؟ في الابر ليم. تعمل له اكس راي هتلاقي الايه؟ السيرفايكال ريب. ده نسبته كام؟ في البيبول؟ ها كبيره، نسبه كبيره من 5 لـ10%. وانت اكيد في حياتك قابلت كتير، فهي تقريبا من 5 لـ10% من البيبول يعني. ها سيرفايكال ريب برضه. ده فراكشر بقى، فراكشر الكلام ده بقى سهل بالنسبه لي. عندك استعداد ولا خلاص كده؟ خلاص كده ان شاء الله بعد العيد بقى هنحدد مع احمد. عايز المحاضره اللي فاتت ديت تسجلها على طول.